الآن في نعم المناطق الأخرى هل توقفت العمليات أم في هذه اللحظة تشهد مناطق أخرى عمليات وبالتالي نستطيع أن نقول أن الهدنة بلا جدوى؟ ماهر. لا قبل هذه المداخلة أستاذ سعد الدين كانت عدة مناطق شهدت اشتباكات في جنوب الخرطوم هي قد شهدت غدوا، ولكن قبل اتصالكم علي بدقائق علمت بأن بعض المناطق في جنوب الخرطوم أيضا عاودت فيها المواجهات مرة أخرى وهنالك طلعات جوية، وبالتالي فعليا لا تستطيع أن تتكهن بأن إذا ما كان هذا هو بمثابة قبول الهدنة أو مسابقة الهدنة، ولكن إذا كان هذا هو فعليا مسابقة للهدنة كان في تقديري أنه مجرد اقتراب الساعة السادسة أو قليلا منها أن يتم إيقاف العمليات، لكن الواضح أن العمليات تمضي بوتيرة متصاعدة وكأنما هذه الهدنة المقصود إما تحقيق نتائج على الأرض بحيث تصبح الهدنة فعليا بنيت على نتائج على الأرض بما في ذلك إمكانية تحقيق تصور إمكانية تحقيق الانتصار على الدعم السريع بشكل كامل وإبعاده من مراكز وجوده وسيطرته في العاصمة الخرطوم، أو أن يتم تحسين مواضع التمركز العسكري داخل العاصمة الخرطوم، وبالتالي حين تنتهي الهدنة تبدأ الأشياء من نقطة متقدمة. الفرضيتين موجودتان، ولكن في الأوقات القادمة في خلال الساعة القادمة بالكثير سنكتشف مسار الأشياء بشكل طبيعي، وسنكتشف إلى أين تمضي الأمور سواء كانت ستمضي إلى إيقاف إطلاق النار أو ممارسة المواجهات بشكل أعنف لحين تحقيق الأطراف لأهدافها المرادة تحقيقها في هذه المواجهات الصباحية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.